صباح الخير، نهارك سعيد، واتمنى يكون النهار جميل عليكم ان شاء الله. اكتملت امبارح دور 16 في اليورو، ومواجهات رهيبه بجد. يعني اسبانيا هتلعب مع جورجيا، المانيا مع الدنمارك، البرتغال مع سلوفينيا، فرنسا وبلجيكا، وده اقوى مباراه في دور 16. وهولندا هتلعب رومانيا، النمسا هتلعب مع تركيا، وانجلترا مع سلوفاكيا، وسويسرا مع ايطاليا. لكن هو نيجي هنا نتكلم مثلا على هولندا. هولندا طريقها مفتوح للدور النصف النهائي. لو فازت هولندا على رومانيا، هتلعب مع فريق من الاثنين، يا اما النمسا يا اما تركيا، تمام. وانجلترا وسلوفاكيا وسويسرا وايطاليا، انجلترا لو فازت على سلوفاكيا وسويسرا فازت على وايطاليا فازت على سويسرا، هيلعب مع بعض. فده اصبح ان فريق من الاثنين دولت هيطلع من البطوله، واللي هيفوز منهم هيلعب ايطاليا، هيلعب هولندا، اسف، هيلعب هولندا. فده يعني احنا بنتكلم ان هولندا طريقها ممهد للنصف النهائي، وفريق من الاثنين يا انجلترا يا ايطاليا هتلعب معاه. وانا متاكد ان هولندا هتوصل لنهائي البطوله. يعني انا شايف ان هولندا من الفرق القويه وهتوصل لنهائي البطوله، والطريق بتاعها موحد معاها ان كان هي او ايطاليا. يعني انا شايف يعني ده فريق من الاثنين دولت اللي هيوصل من الناحيه دي، تمام. اما الناحيه الثانيه بقى فحدث ولا حرج. يعني بلجيكا هتلعب مع فرنسا، والبرتغال مع سلوفينيا. يعني توقعات فرنسا وبلجيكا دي صعبة شوية، بس احنا نتوقع ان فرنسا ممكن تفوز يعني، تمام. والبرتغال ففريق برضو من الاثنين، يعني ثلاث فرق دلوقتي، البرتغال وفرنسا وبلجيكا، في مباراتين عايز تطلع منهم اثنين، واسبانيا مع جورجيا، والمانيا مع الدنمارك. فأتوقع ان الدور الثمانية هيبقى مباراة اسبانيا والمانيا حاجة عظمة برضو. وبرضو من ضمن الناس الفرق اللي مترشحة للنهائي كانت اسبانيا والمانيا، فاصبح لفريق منهم هيطلع من البطولة. وانا شايف ان اسبانيا قوية جدا البطولة ديت، فانا اتمنى ان اسبانيا توصل برضو للنهائي. اتمنى ده شخصي انا، يعني مش حاجه يعني. لكن نيجي بقى الاسوأ والرقم السلبي في البطوله، واللي يعني نقوله رقم قياسي جديد انه ما حصلش قبل كده، في مباراه تركيا وتشيك. 17 بطاقه صفراء واثنين كارت احمر، 17 كارت اصفر واثنين كارت احمر، ان هي تكسر الرقم القياسي القديم اللي كان 10. فحاجة دي برضك من ضمن الحاجات اللي حصلت في البطولة ديت، رقم قياسي سلبي جديد. وبرضك من ضمن الحاجات السلبية اللي حصلت ان كريستيانو رونالدو لأول مرة في تاريخه في دور المجموعات ما يسجلش أهداف. برضك دي من الحاجات اللي كانت حدث ولا حرج. ففي حياتي البطولة ديت نتمنى انها تكون قوية وجميلة يعني.